حتى المجال الطبي ما سلم من فيسبوك. عالم الطب دخل فيه تطورات كبيرة على مر السنوات، لكن الاكتشاف الجديد هاي المرة كان عن طريق شركة فيسبوك. فريق الذكاء الاصطناعي التابع لفيسبوك تطور بالتعاون مع أخصائيي الأشعة في المركز الطبي الأكاديمي التابع لجامعة نيويورك شبكة إلكترونية. هاي الشبكة بتقصر الوقت اللي بيقضيه الأشخاص في جهاز الرنين المغناطيسي من ساعة كاملة لبضع دقائق، والخطوة الجاية رح تكون هي إدخال هاي التكنولوجيا الجديدة للمستشفيات عشان يساعدوا المرضى والكوادر الصحية. السيارة بتقطع أكثر من 1600 كيلو دفعة واحدة، ورح تكون حلم لكثير من الشركات. هاي المرة كشف المفاجأة صانع سيارات أمريكي عن سيارته اللي رح تقطع هاي السيارة أكثر من 1600 كيلو متر من دون ما تحتاج لتتزود بالوقود. وفقاً للي نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فالسيارة رح تعمل بالهيدروجين المستخدم بالطائرات، والسيارة الجديدة ما بينبعث منها غير بخار المي وتعتبر صديقة للبيئة، ومن المتوقع إنتاج 300 سيارة منها عام 2022. آيفون مستعمل ب$10,000. الموضوع حقيقي ومش خيال بعد ما حظرت شركة أبل وجوجل لعبة فورتنايت على أجهزتها. بحسب تقرير لصحيفة ذا صن البريطانية، فسعر الهاتف الواحد الموجود في هاي اللعبة بيتجاوز $10,000 على موقع إي باي العالمي الخاص بالمزادات، والإقبال كتير كبير على شراء هاي الهواتف لاحتوائها على هاي اللعبة الممنوعة، وبيشتروها بآلاف الدولارات. في عالم الرياضة، يلعب مساء اليوم نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في العاصمة البرتغالية لشبونة، وعلى ملعب النور يطمح باريس للتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، ويحظى باريس بدعم حكومي وشعبي فرنسي للتتويج بلقب فرنسا الثاني بعد مارسيليا قبل 27 سنة. أما بايرن ميونخ فبده ينهي موسمه بتتويجه بالثلاثية ولقبه الأوروبي السادس في البطولة والأول بعد 7 سنوات. توعدت إدارة النادي الفيصلي لاعبها المحترف البولندي لوكاس بفرض عقوبات عليه بعد انتقاداته لإجراءات وزارة الصحة. كان اللاعب البولندي نشر عبر حسابه على إنستغرام صور للعزل الصحي وانتقده، وانتقد ما تقدم وزارة الصحة لمصابي كورونا في الأردن. كما نشر لاعبي الفيصلي المصابين بكورونا فيديو طمأنوا فيه جمهورهم على صحتهم. مرحبا، معكم براء مرعي. الحمد لله أنا حابة أطمنكم على صحتي كثير منيحة، وإن شاء الله إنه هذا الوباء بيزول عنا جميعا. وشكرا على مسجاتكم صراحة اللي بتخلينا أقوى، وإن شاء الله بنرجع لكم بأسرع وقت. مرحبا، أنا سالم العجالين، حابة أطمنكم على وضع الصحي الحمد لله رب العالمين، كثير كويس. شكرا كثير لكم على تواصلكم معي وعلى المسجات اللي وصلتني منكم. إن شاء الله ربنا يرفع عنا هذا الوباء ويحفظ لكم أهلكم وأحبابكم إن شاء الله يا رب. الله يعطيكم ألف عافية يا رب. أنا صحتي أموري تمام الحمد لله، بحب أطمن الجميع، وشكرا كثير على مسجاتكم وكلامكم الجميل، وبتمنى من الجميع الالتزام، والله يبعد عنا وعنكم كل مكروه. مساء الخير، كيف حالكم؟ بالبداية حاب أطمنكم على أموري الصحية الحمد لله، كل أموري تمام. حاب أشكركم على معنوياتكم ووقفتكم اللي بتخلينا أقوى، والله يبعد عنكم شر هذا الوباء.